كلها فوسفوريليشن، معنى كده ان السيل بدات تبقى اكتيفيتد، اخذت السيجنال اللي عايز يوصلها الانسولين، بدات تعمل ايه؟ بدات تعمل ميتابوليزمك جلوكوز او هتبتدي تعمل جين اكسبريشن، يعني هتزود الاكشن بتاع الانزايمز او هتقلل الانزايمز وهكذا على حسب الاكشن اللي الانسولين داخل يعمله. تمام كده؟ طيب ايه الاكشن بتاع الانسولين؟ طبعا اكيد احنا كلنا عارفين الانسولين يا جماعه بيعمل ستيميليشن لمجموعه من الرياكشنز جوه البادي، بيعمل انهبيشن لمجموعه ثانيه. بسرعه كده لو راجعناهم مع بعض، طبعا بيبقى في ترتيب. الانسولين بيعمل ستيميليشن لكل الرياكشن لكل الباسويز اللي هتبتدي تعمل ايه؟ ميتابوليزم للجلوكوز. يبقى هيعمل ستيميليشن للجلايكوليسيس. فاكرين الجلايكوليسيس؟ ولا الاجازه عمل المفعول؟ ولا المشوار؟ فاكرين الجلايكوليسيس صح؟ ليه بقى السكروكتايليز والفوسفوكتايليز والبايروفيتايليز فاكرينهم دول؟ تمام. يبقى اول حاجه يعمل ستيميليشن للجلايكوليسيس، ليه؟ عشان اعمل اوكسيديشن للجلوكوز. تمام. الجلوكوز الزياده عندي هبتدي اعمله ايه؟ ستورج، فهيبتدي يعمل ستيميليشن للجلايكوجينيسيس. تمام كده؟ طيب اكمل بقيه الاوكسيديشن بتاعت الجلوكوز، يبقى يروح عامل ستيميليشن للهكسوز مونوفوسفيت باسوي اللي هو الاتش ام بي شانت. كانت بتاعت الناس دي هيدروجين، فاكرين؟ والفافيز جلوكوز 6 هيدروجينيز. صح كده؟ طيب يعمل كمان ستيميليشن لمين؟ لنيرونيك اسيد باثواي. خلاص؟ طيب الجلوكوز الزياده هيبتدي يتحوش عندنا في صوره ليبت، يبقى هعمل ستيميليشن للليبوجينيسيس وهعمل ستيميليشن كمان للكوليسترول سينثيسيس. يبقى تاني ايه هي الاكشن بتاعت الانسولين؟ الانسولين بيعتبر ستيميولاتوري لمجموعه من الباثوايز. ايه هي الباثوايز دي؟ كل الباثوايز اللي بتساعد على اني اقلل الجلوكوز او اعمل اوكسيديشن للجلوكوز في البادي. يبقى هعمل ستيميليشن للجلايكوليسيس والجلايكوجينيسيس. تمام كده؟ بعد كده الاتش ام بي شانت واليورونيك اسيد باثواي، كل ده عشان اعمل اوكسيديشن للجلوكوز. الجلوكوز الزياده بتبتدي تتحوش لصوره ليبت، يبقى انا هعمل ستيميليشن للجلايكوجينيسيس ويعمل كمان ستيميليشن للكوليسترول سينثيسيس. في المقابل الانسولين هيعمل انهبيتوري ايفكت على مجموعه من الباثويز. مين الباثويز اللي بيعملها انهبيشن؟ كل الباثويز اللي المفروض انها بتعلي الليفل بتاع الجلوكوز في البادي. مين هما؟ كانوا ثلاثه لو فاكرين. اول حاجه الجلوكونيجينيسيس بالظبط كده، والجلايكوجينوليسيس، وثالث حاجه اللي هي الجلايكوليسيس. تمام كده؟ يبقى تاني الاكشن بتاع الانسولين يا ستيميلاتوري يا انهبيتوري. ستيميليشن لكل الباثوايز اللي كانت بتعمل جلوكوز اوكسيديشن انكلودنج لايكوجينيسيس والكوليسترول سينثيسيس، ويعمل انهبيشن لكل الباثوايز اللي المفروض انها بتزود الجلوكوز ليفل في البادي اللي هي الجلوكوجينيسيس لايكوجينوليسيس واللايكوليسيس. تمام كده؟ يبقى ده الاكشن بتاع الانسولين. يبقى انا لما الانسولين بتاعي بيمسك في الريسبتور بيبتدي يعمل كل الفانكشنز دي، ستيميليشن لبعض الباثوايز وانهبيشن لبعض الباثوايز. تعالوا بقى لحاجة مهمة جدا اسمها الانسولين ريزيستنس. دي برضه من الحاجات المهمة اللي قلتلكم في الأول قبل ما نبتدي، الانسولين والدايبيتس من الحاجات اللي لا يخلو امتحان في سنة من السنين منها، سواء كان ريتن سواء كان اورال. على فكرة بداية امتحان الاورال غالبا بتبقى دايبيتس وانسولين غالبا، يعني امتحانات البراكتيكال اهو بيضا بيبقى فاتح الكلام اللي هو يعني اقل سؤال، يعني سؤال لطيف كده في الاول. يا جماعه قولوا لي ايه الفرق ما بين تايب 1 وتايب 2 اللي هنعرفه دلوقتي. وزي ما قلت لكم براكتيكال اكزام هتاخده ان شاء الله في البراكتيكال الجزء الخاص بالاستيميشن بتاع الجلوكوز، فغالبا هيجيب لك سؤال على الدايبيتس. لو حد يجيب رسمه غالبا هيجيب ام سي كيو طبعا هيجيب، فتاكدوا ان هو لازم هيجيب سؤال في الانسولين والدايبيتس لان بياخد اكثر من سؤال. طيب نتكلم بقى على الانسولين ريزيستنس، ودي من الحاجات المهمه جدا ودي بتعتبر ما يسبق الدايبيتس. يعني قبل ما البيشنت يبتدي يحصل عنده مانيفستيشن بتاع الدايبيتس هو بيحصل عنده حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. يعني ايه انسولين ريزيستنس بقى؟ انسولين ريزيستنس معناها increase the ability of the cell to respond to action of insulin hormone. يعني ايه؟ يعني الخليه بيجي لها الانسولين مفيش مشكله، بس لا هي قادره تتفاعل معاه ولا قادره تعمل الاكشن اللي هو كان المفروض يتعمل. احنا قلنا الانسولين يجي يرتبط بالريسبتور يعمل الاكشن بتاعه. لكن معنى كلمه انسولين ريزيستنس ان الخليه مش قادره، عندها الانسولين بس مش قادره
اوكي كويس. ايه؟ علشان خاطر السبت وسعادات قاعده بلاي او السبت نفسها فيها دفاع. فايه بيحصل في الحاله دي؟ مفيش ابديت للجلوكوز. طالما مفيش ابديت للجلوكوز معناه ايه؟ ان الليفر يحس ان الجلوكوز مستواه قليل، يبتدي يشتغل بايه؟ ان هو يعمل ستيميوليشن للباس كويس اللي هتزود الليفل بتاع الجلوكوز، يبقى يبتدي يحصل جلايكوجينوليسيس وجلوكوجينوجينيسيس. يبتدي لما يحصل جلايكوجينوليسيس كتير ايه اللي يحصل؟ الجلايكوجين ستورج عندي تبتدي انها تقل والجلوكوز ليفل يبتدي ان هو يقل. ففي الحاله دي يبتدي يحصل كمان ايه مع الوقت؟ يبتدي يحصل ستيميوليشن للجلوكوجينوجينيسيس. تمام؟ مين تاني غير الليفر بيتأثر؟ الماسلز. انتوا عارفين ان الماسلز المفروض انها بتعمل ابديت للجلوكوز علشان تحوش صورة جلايكوجين علشان تقدر تستعمله بعد كده في الاكسرسايز كسورس اوف انرجي. برضه لو حصلت نفس المشكلة، لو حصل ديفكت في الانسولين ريسبتورز او بوست ريسبتور ديفكت، برضه الجلوكوز ابديت يبتدي ان هو يقل. لما يقل يبتدي يحصل جلايكوجينوليسيس، بعد فترة يبتدي يحصل ديكريز الجلايكوجين ستورز اللي كانت موجودة. كمان من ضمن الحاجات اللي بتتاثر بال ريزيستنس الفات سيلز او الادبوز تيشو. الادبوز تيشو المفروض ان هو لو بياخد جلوكوز معنى كده ان هو بيعمل انهبيشن لمين؟ للبايبوليسيس او بيعمل في المقابل هيبوجينيسيس. لو مفيش ابديت للجلوكوز او الجلوكوز مش بيدخل معنى كده ان الليفل بتاع الجلوكوز قليل، يبقى على طول يعمل ستيميليشن للبايبوليسيس فيحصل انكريز للاماونت اوف فري فاتي اسيدز. تمام كده؟ يبقى لو حصل انسولين ريزيستنس ثلاثه تيشوز هيتاثروا بكميات كبيره قوي، الماسلز والاديبوز تيشو والايه؟ والليفر. يا ترى ايه اسباب الانسولين ريزيستنس؟ اول سبب الانسولين ريزيستنس هو الاوبيسيتي. تمام كده؟ افتكروا ليه الاوبيسيتي ممكن تكون سبب الانسولين ريزيستنس؟ لانه شويه بيبتدي يزيد النمبر اوف فات سيلز. هو دي الحكايه بتاعتي. نمبر فات سيلز بتبتدي انها تزيد شويه. فبتبتدي يحصل تكريز للانسولين ريسبتورز اللي كانت موجوده. الاوبيسيتي كمان من ضمن الحاجات انها بتعمل بوست ريسبتور فيلير. ليه؟ لان الفات سيلز بتبتدي حجمها يكبر قوي، لان البوست تيشو بتبتدي حجمه يكبر قوي. فتبتدي تحصل ان عمليه الابديت بتاعت الجلوكوز بتبقى اقل. تمام كده؟ يبقى اول سبب ممكن يكون الانسولين ريزيستنس هو الاوبيسيتي. طيب يا ترى في اسباب تانية؟ الحاجات اللي ممكن تعمل اوبيستي ايه بقى؟ الدايت. لو انا باكل بطريقه سيئه، يعني زي ما قلت لكم امبارح مثلا بناكل وننام او باكل حاجات كتير فيها كميه كبيره من الفات او باكل كميه كربوهيدرات كتيره وبعدين مش بستغلها بعد كده ان انا بتحرك او بعمل فيزيكال اكتيفيتي، فكل ده بيتشال على انه ليبت او يتشال على انه فات، يبقى الدايت الباد هابتس في الدايت. تمام؟ ايه كمان ممكن يعمل انسولين ريزيستنس؟ الفيزيكال اكتيفيتي. تمام؟ طول النهار قاعدين مش بنتحرك، تمام؟ قاعدين بنذاكر طول النهار، فغالبا ده بيعمل في الاخر اوبيستي. صح كده؟ صح كده؟ ما بيعملش. طب ايام الامتحانات؟ مش انتوا رايحين على البطل؟ اي حاجه بتبقى حلوه قوي ايام الامتحانات، صح؟ يعني حتى لو فيلم قديم بقالنا 50 سنه ما شفناهوش، الواحد بس عنده امتحانات بيعدي كام في التلفزيون كده، يا الفيلم ده يا ده تحفه. ويقعد يتفرج عليه صح؟ وبعد ما تخلص الامتحانات ولا اي حاجه. صح؟ فالفيزيكال انكتيفيتي طبعا احنا اكثر ناس عندنا فيزيكال انكتيفيتي بقى عن حب مع مطالبين ان احنا نذاكر ولا النظام اتغير دلوقتي؟ ما بقاش في وعد المذاكره. ما فيش وقت؟ ليه؟ المذاكره؟ ليه؟ ضيع وقتك في ايه؟ عندك اهتمامات تانية غير المذاكرة؟ ايه؟ طيب. ما هو دلوقتي بيبقى مذاكرة، لما بنكبر شوية وبنبقى نواب أو معيدين أو نقعد نقول إيه؟ والله ده الواحد عنده 100,000 حاجة، المفروض بقى إيه شغل الاسم على مش عارف شغل رام على في ناس تتجوز وتجيب أطفال والولاد واشتغل في كذا حتة، وبعدين على الدكتوراه بتلاقي الحاجات بقت أكتر أكتر بكتير، تقعد تقول مذاكرة لا أنا مفيش وقت للمذاكرة. فمش عارفه دلوقتي لو في اهتمامات تانية غير المذاكرة برضه تبقى الموضوع كده من البداية يعني. يبقى الفيزيكال انكتيفيتي يعني لو حد فيكم بيمارس رياضة يستحسن يفضل يمارسها، يعني هو المفروض الواحد ما يقفش، لأنه زي ما قلت في الكلية هنا بتخلي الواحد مع الوقت ما بيعملش أي أكتيفيتي. يعني اللي كان بيقرا بيلاقي نفسه ما بيقراش، اللي كان مش عارف بيتفرج على التلفزيون ما بيتفرجش على التلفزيون، اللي
هو عبارة عن مشكلة
النوع الثاني كان اسمه نون انسولين ديبندنت دايابيتس، يعني النوع الثاني اللي هو لا يعالج به الانسولين ولكن يعالج بالاورال هايبوغلايسيميك فاكتورز. التسميه دي طبعا اكتشفت انها خطا جدا. ليه؟ لان انت بتعتمد على التريتمنت، مفيش حد بيعمل كلاسيفيكيشن على اساس التريتمنت، فبداوا يقسموه بطريقه ثانيه. ايه بقى هي التقسيمه الجديده؟ التقسيمه الجديده بتاعت الدايابيتس قسموه الى 4 تايبس: تايب 1، تايب 2، ستيشنال دايابيتس. يعني ايه ستيشنال؟ ستيشنال يعني ليها علاقه بالحمل، تمام؟ ومجموعه ثانيه سموها الاذر كوزز بتسمى السكندري دايابيتس. يبقى انا هقسم الدايابيتس الجديده الى 4 تايبس: 1 و 2 ستيشنال والاذر كوزز. السبب الاولاني هو الايلت سيلز تعبانه مش قادره تطلع انسولين، ده التايب 1. التايب 2 البنكرياس عندي تعبان برضه مش قادر تطلع انسولين، يا اما في انسولين وفي جلوكوز بس مش عارفين يخشوا جوه السيل، تمام كده؟ النوع الثالث اللي هو الجستيشن دايابيتس دي اللي هي السكتيف بريجننت. طيب بسرعه كده نقول ايه هي اسباب كل نوع منهم. النوع الاولاني اللي هو التايب 1 دايابيتس ميليتس، ده اللي هو كان زمان بيتسمى انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس، تمام كده؟ يبقى تايب 1 هو ده اللي كان بيتسمى زمان انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. ليه اسم تاني اللي هو بيسموه الجوفينايل اونس دايابيتس ميليتس؟ بالاسم ان هو بيجي دايما للصغيرين. الديزيز ده يا جماعه بيجي للصغيرين، يعني غالبا بيظهر في فتره اقل من 20 سنه، علشان كده سموه جوفينايل اونس، يعني يجي للاطفال والشباب. الديزيز هنا يا جماعه مشكلته ايه؟ التايب 1 دايابيتس ميليتس او اللي زمان كان بيتسمى انسولين ديبندنت من اسمه، ما عنديش انسولين. الايلت سيلز او البنكرياس مش بتفرز انسولين خالص، علشان كده كانوا بيسموه انسولين ديبندنس. البيشنت هنا مشكلته ان هو للاسف علاجه الوحيد هو الانسولين. وللاسف برضه هو مضطر ان هو يستخدم الانسولين طول ما هو عايش، لان طول ما هو بياكل لازم انسولين، ما عندوش انسولين يبقى لازم اكله من بره. المشكله برضه اللي بتبقى شويه مش كويسه او شويه سيئه في التايب 1 دايابيتس ان هو للاسف الكومبليكيشن، هو معرض للكومبليكيشن اكتر، وده هنعرفه بعد كده ان شاء الله. يبقى النوع الاولاني اللي هو التايب 1 ده اللي بيسموه انسولين ديبندنت دايابيتس او الجوفينايل اونس دايابيتس، اسمه كده هو بيجي للناس اللي اقل من 20 سنه. ده نسبته مش كبيرة قوي، هو تقريبا من 5 لـ 10% من حالات الدايابيتس اللي موجودة جنبه. يا ترى ايه اسباب التايب 1 او الانسولين ديبندنت دايابيتس؟ زي ما قلت لكم مفيش انسولين خالص. البيتا سيلز اوف ايلتس اوف لاند هانز ما بتطلعش انسولين. معنى كده ان انا لو قست الليفل بتاع الانسولين عند البيشنت بتاعي هلاقيه موجود خالص، مش هلاقي انسولين خالص. طيب يا ترى ايه اللي عمل كده في البيتا سيلز؟ البيتا سيلز هنا حصل لها ديستراكشن، اتكسرت. سبب الدستركشن ده ممكن يكون ايديوباثيك، يعني ملوش سبب، يعني الطفل موجود او البيبي موجود كده من غير بيتا سيلز اوف ايلتس بلاند هانز، فيها مشكله فيها ديفكت. كانوا بيقولوا ان هو ممكن يكون بسبب فايرال انفكشن، بس دي مش موجوده عندهم في الكتاب، لكن في كان من ضمن الاسباب اللي كانت معروفه ان هو يكون في فايرال انفكشن. الاسباب بقى اللي دلوقتي دوكيومنتد قوي ان هو يكون اوتو انتي بودز. انتوا عارفين يعني ايه اوتو انتي بودز؟ انتوا عارفين احنا بدايه لما ابتدي جسمنا يتكون واحنا لسه في يعني لما البيبي بيكون لسه في فيتوس، ايه اللي بيحصل؟ المفروض ان السيلز بتاعت البادي تبتدي انها تتعرف على نفسها، تمام كده؟ بحيث انها ما تكونش انتي بوديز اجينست يور اون بادي، يعني اجينست السيلز بتاعتها. للاسف في ديزيزز ويمكن من اشهرها مرض الروماتويد، بيبقى عندي حاجه اسمها اوتو انتي بادي، يعني الجسم يطلع انتي بادي اجينست السيلز بتاعته، يتعرف على السيلز بتاعته على انها فورين بادي، تمام كده؟ فاللي يحصل هنا ايه؟ انه يبتدي يظهر اوتو انتي بوديز اجينست البيتا ايلت سيلز اوف بانكرياس اوف لاند هانز اوف ذا بانكرياس، يعني يبتدي يتعرف على الايلتس بتاعته على انها سيلز فورم فيروح يتكسر، تمام كده؟ الاحتمال الثاني ان هو يكون في انتي بوديز اجينست الانسولين نفسه فيروح متكسر هرمون الانسولين. يبقى البيشنت عندي هنا يا اما عنده انتي بوديز اجينست البيتا سيلز اللي هي الايلتس بتاعت الايلتس اوف لاند هانز، يا اما عنده اوتو انتي بوديز اجينست الانسولين. كل ما الانسولين يطلع الانتي بوديز تروح تتكسر.
الانسولين سينس. لو انه الانزيم ده اللي هو الجلوتاميت دي كاربوكسيليز، حتى لو بصيتوا عليه الاسم انت كده بتعمل فيرست ريدنج ولا حاجه هتلاقوا ان هو مكتوب في الانت فلات اسمه جاد. جلوتاميك اسيد دي كاربوكسيليز انزيم. لو ان هو لما الجلوتاميك اسيد دي كاربوكسيليز ده من ضمن الحاجات اللي موجوده في الايلتس والبلايند هانز بتاعت البنكرياس. وبيعتبر يعني زي مرصد للانتي بودز. لما البيشنت يكون عنده اوتو انتي بودز اول حاجه بيبتدي يبص عليها الديزيز نفسه او الانتي بودز يبص على وجود الانزيم ده. لو الانزيم ده موجود يكسره، وانس ان هو كسر الانزيم ده يبقى مش هيطلع الانسولين، بالتالي يبتدي يحصل الديفكت. تمام؟ لما بنحب نشخص الاطفال اللي هم بيعملهم انسولين هاي كوال بنبتدي ان احنا نقيس الانزيم ده، بنشوف الانزيم ده بنشوف الليفل بتاعه في الدم. لو لقيته قليل معنى كده ان البيشنت فعلا عنده الديزيز، او يعني هو ده السبب اللي ادى للهيموسيتس. يبقى تاني التايب 1 دايبتس ميليتس اسبابه بتكون يا اما انتيباتيك يعني مش معروف له سبب، يا اما بيكون بسبب اوتو انتي بودز. الاوتو انتي بودز ممكن تكون اجينست الايلت سيلز نفسها، ممكن تكون اجينست الانسولين نفسه، ممكن تكون اجينست الايه؟ الجلوتاميك اسيد دي كاربوكسيليز انزايم. قلنا ان مشكله الدايبتس تايب 1 ان الكومبليكيشن بتاعته كتير، ان الانسولين هو التريتمنت الوحيد ليه، وللاسف البيشنت بيضطر ياخده مدى الحياه. طيب نيجي بقى للتايب الثاني اللي هو المنتشر قوي في مصر، اللي هو تقريبا 90% من حالات البيشنت هو عباره عن النوع الثاني او التايب 2. التايب 2 ده اللي كان بيتسمى زمان نون انسولين ديبندنت دايبتس مينيس. هو اسمه كده يعني ايه؟ يعني البيشنت بتاعك ممكن ما ياخدش انسولين. تمام؟ ممكن ياخد دراج تريتمنت عادي، وده فعلا اللي بيحصل. امال مشكله البيشنت هنا ايه؟ الانسولين ريزيستنس. عنده انسولين بس ريسبتور فيها ديفكت، او الريسبتور الموست ريسبتور هو اللي فيه ديفكت. علشان كده معظم الناس بتوع النون انسولين ديبندنت دايبيتس ميتس معظمهم مش كلهم بيبقى عندهم فيسترال اوبيستي، بيبقى عندهم اوبيستي، وبيبقى عندهم باد هابتس في الدايت، وبيبقى عندهم فيزيكال انكتيفيتي. تمام كده؟ التايب 2 ده يا جماعه بيسموه بقى ايه؟ بيسموه الادلت اونس دايبتس، لانه غالبا بيجي بعد سن ال40. خلاص؟ الباسوي بتاعه بيبقى سلو، يعني البيشنت ما بيبتديش يحس قوي بالاعراض، ولكن ممكن يقعد فتره طويله عنده دايبتس، وبعدين يفوجئ بقى بان هو فعلا دايبتي. خلاص؟ فعلشان كده بيسموه التايب 2 او النون انسولين ديبندنت، وبيبقى سلولي ديسكفرد، يعني غالبا العيان مش بيحس بيعرض. تمام كده؟ طيب الكومبليكيشن بتاعت التايب 2 بتبقى اقل كتير، مش دايما بيحصل فيه كومبليكيشن، وزي ما قلت لكم ان البيشنت هنا ممكن يتعالج بالاورال هايبوغلايسيميك دراجز، لان هو عنده انسولين فانا ممكن ازود شويه الانسولين اللي عنده. احيانا بنضطر ان احنا نعالج بالانسولين، ولكن ده بيبقى فيه الليت كيسز اللي هي مش بتستنيه بالعلاج بالاورال هايبوغلايسيميك دراجز. النوع الثالث اللي هو بيسموه الجستيشنال دايبتس، سواء من اسمه باين او ان هو بيحصل اثناء فتره البريجنس. بعض الفيميلز بيحصل عندهم دايبتس اثناء فتره البريجنس بتاعتهم، وده بيبقى السبب ايه يا جماعه؟ برضه انسولين ريزيستنس. طب ليه حصل الانسولين ريزيستنس في واحده حامل؟ علشان البلاسينتا المفروض انها بتطلع كميه من الهرمونز. تمام؟ لما تاخد ان شاء الله نساء هتعرفوا ان البلاسينتا تعتبر من الاورجنز الاكتف جدا، اللي هي بتطلع كميه كبيره قوي من الهرمونز علشان البيبي، علشان تنظم الام السيركيليشن بتاعت الام وهكذا. الهرمونز بتاعت البلاسينتا دي احيانا بتعمل انسولين ريزيستنس. طبعا احيانا يعني مش كل الفيميلز البريجنت بيجي لهم انسولين ريزيستنس، مش كلهم بيحصل لهم دايبيتس عشان تبقوا عارفين. فيبتدي ياثر شويه على الانسولين، يبتدي يعمل انسولين ريزيستنس، فيبتدي يعمل دايبيتس. بس الحمد لله يعني الامور بعد الولاده بحوالي اسبوعين لاربع اسابيع بتبتدي الليفل بتاع البلاسينتا هرموني ايه، طبعا البلاسينتا خلاص نزلت، فيبتدي الجسم يتخلص من الهرمونز اللي كانت موجوده، تبتدي الانسولين ريزيستنس يحصل لها ريفرسال والام ترجع طبيعيه. بس دايما بيقولوا للام دي حاولي ان انت تتابعي، لان هي ممكن في وقت من الاوقات تقلب وتتحول هي نفسها الى دايبيتس. تمام كده؟ ليه؟ لان معنى كده انها مور بروم انها يجي لها دايبيتس، يعني عندها استعداد بمعنى خلاص؟ النوع الاخير بقى من الدايبيتس اللي هو بنسميه سكندري دايبيتس. طالما كلمه سكندري يبقى اكيد في سبب هو اللي عنده. ايه الحاجات اللي ممكن تعلي تقلل الانسولين هرمون او تضاد الانسولين هرمون في جسمنا؟ لو ان هو لما نعدي الانسولين هرمون بتزيد تبتدي يحصل
كده تاني هو قلت